تفضلي تفضلي. هذه خالتي خوخه اللي حكيت لكم عليها مقبله. خالتي خوخه كانت تبعني في كاع الحفلات تاع 8 مارس وكاع الحفلات اللي كنت نقوم بها. واش تقولي لهم خالتي خوخه؟ ها؟ واش تقولي لهم؟ ما عندي ما نقول لهم. قولي لهم ربي يحفظ. حفظ ربي يخلف عليا. واش؟ انا كي وصلت لهنا الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، مرحبا بك في اي وقت خالتي خوخه وشرفتينا. ربي يطول عمرك ان شاء الله، ربي يخليك. حبيت تشطحي معايا؟ يلا. مرحبا بها مرحبا بها. خلاص يلا، عيد ميلادك احلى عيد كامل. عيد ميلادك احلى عيد، ربي يكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ويقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ويقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، شبه يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، شبه يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونات، نزهر وراح نغني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهر وراح نغني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هل الحلوى لك جبناها وشبعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها بلا حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها بلا حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبرقولو وشمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغني له، وشمل هدايا يهدوا له، هيا نصفق ونغني له. كاملة سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. ربي يطول عمرك ان شاء الله، شرفتينا خالتي خوخه، ربي يطول عمرك ربي يخليك. شفتوا الحيويه 87 سنه، ربي يطول عمرها ان شاء الله وربي يخلي كاع ربي ان شاء الله يوصلكم وتكونوا بصحتكم. واش راكي لاباس؟ اروح.